إذن إلى أي حد نعتبر معدلات التضخم هي مقياس لنجاح أي سياسة نقدية من قبل البنوك المركزية؟ التفاصيل مع ضيفتنا نادية البلاسي وهي محللة مالية في إكويتي. أهلا ومرحبا بك معنا نادية. كنا نتحدث عن أرقام التضخم التي صدرت قبل قليل في ألمانيا وننتظرها غدا في أوروبا. إلى أي حد تعتقد أن هذا الرقم بالنسبة للفدرال الأمريكي المحقق في الولايات المتحدة الأمريكية هو رقم يفتخر به الفدرالي ويؤكد على أن سياسته النقدية في مسارها الصحيح؟ نعم رولا، نشهد بالفعل أن التضخم ينخفض في أنحاء العالم إلا طبعا في المملكة المتحدة التي جاء مرتفعا، يعني ذلك يضغط على الأسواق نوعا ما، وأيضا اضطرابات من البنوك أيضا ضغطت على الأسواق، ورأينا أن الأسهم بشكل عام كانت على انخفاض حاد الأسبوع الماضي، وسياسات البنوك المركزية ستتغير أو يعني سينتهي هذا التجديد الأجريسيف، وننتظر هذا من قبل الفدرالي وأيضا من قبل المركزي الأوروبي. سنرى يعني في حدود إلى مدى رفع أسعار الفائدة، خصوصا مع اضطرابات البنوك الكبرى، و يعني نرى أن التضخم الآن يشهد فعلا نوعا ما في انخفاض، ولكن لا يزال يضخم في يعني على الأسواق بشكل عام. ف يعني هذه القراءات ستكون مهمة جدا إلى استوعاب يعني استوعاب في الأسواق الأسهم، خصوصا بعد أن الكالم أو يعني التغير في الماركت سنتمنت التي نشهدها الآن ضمن هذه القراءات التي نتوقعها من يعني والتي ستؤكد على يعني السياسة النقدية التي سنشهدها في الفترة القريبة. نعم نادية، يعني عم نلاحظ أيضا استمرار التداولات في النطاق الأخضر للمؤشرات الأوروبية، ولاحظنا أيضا بالنسبة للتحركات على القطاع المصرفي والارتفاعات على سهم يو بي اس بعد عملية الاستحواذ التي شهدناها على كريدي سويس. برأيك هل هذا يعطي انطباع بأن المخاوف من أزمة القطاع المصرفي بدأت في التلاشي نوعا ما؟ نوعا ما ممكن نقول كذا، ولكن يعني هذه الاضطرابات كانت جدا حادة في الأسواق وغير متوقعة، لذلك شهدنا أسواق الأسهم تشهد هذا الانخفاض الحاد، ولكن في كوركشن بسيط يعني في هذا الأسبوع، يعني حيث هدأت هذه الاضطرابات وصرحوا البنوك المركزية وتدخلات من الحكومة بأنهم سيتدخلون وسيكون في نوعا ما economic stability لرياحة المستثمرين. لذلك يعني هذا الاستحواذ وهذه النشاطات والتدخلات دعمت من الماركت سنتمنت هذا الأسبوع، لذلك نشهد correction في أسواق الأسهم، ونشهد أن الذهب بدأ في التراجع مجددا، وأن يعني في شهية المخاطرة هذا الأسبوع يعني in comparison للأسبوع الماضي الذي كان يعني pull out أو كل المستثمرين كانت تحافظ على الكاش ديبوزيت أو كانت يعني ترتد إلى الملذات الآمنة. نعم، طيب نادية، تبقى لدينا كما تحدثنا في مطلع هذا الحوار عن أرقام التضخم وما إذا كانت ستكون سبب في الاستمرار في سياسة أي سياسة نقدية أو التريث فيها. باليوم الغد طبعا أرقام التضخم أو مؤشر أسعار المستهلكين في أوروبا، هل التوقعات تشير بالفعل إلى أنه سيتراجع، وهذا يعني أنه سيستمر المركز الأوروبي في سياسته التجديدية التي بدأها متأخرا عن الفدرالي؟ نعم، في توقع بأن هذا المؤشر سيتراجع، ولكن بسبب يعني ارتفاع أيضا مثل المملكة المتحدة ارتفاع مصاريف الغذاء والطاقة، ممكن أن نشهد يعني غير توقعات مثلا ارتفاع بسيط، فهذا سيكون محرك رئيسي لأسعار اليورو بالفعل. وأيضا يعني اليورو كان مدعوما هذا الأسبوع نوعا ما من
من الدولار، من هبوط الدولار، ولكن يعني نتوقع أن اليورو سيستمر في هذه المنطقة يعني لحد ما المركزية الأوروبية تدخل في أي نوع من التغييرات على السياسة النقدية، ولذلك هذا المؤشر سيكون جدا مهم في تغييرات السياسة النقدية والتي ستحرك اليورو أو يعني تضغط على اليورو إذا كان هذا المؤشر فعلا سلبي، وإذا كان مرتفع، ولكن إذا انخفض سيكون اليورو في مكان جيد. وشكرا جزيلا لك نادية البلاسي، وأنت المحللة المالية في مجموعة إكويتي.